إلى ذلك زار رئيس الحكومة عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في مجمل المستجدات في حضور وزير الصحة علي حسن خليل. ميقاتي لفت إلى أن الزيارة كانت للتهنئة بالأعياد، وأن بري وضعه في صورة الحلحلة التي حصلت في موضوع قانون الانتخابات عبر عودة اللجنة الفرعية إلى الاجتماع من أجل التوصل إلى قانون جديد، مشددا على أنه اتفق رئيس المجلس على أن الانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يحصل في موعده.